مرحبا، اسمي صالح العياري وأنا أستاذ في جامعة تكساس إنام. أسكن في تكساس الآن ولكن أنا من أصل تونسي، واليوم أريد أن أحدثكم قليل عن بلدي تونس، وهو بلد في صغير وجميل في شمال إفريقيا، ويسمى تونس الخضراء لأن فيه حقول وغابات خضراء كثيرة وفي معظم فصول السنة. وتونس كانت تسمى في القديم مطمور روما، يعني bread basket of Rome، لأنها كانت توفر الغذاء للإمبراطورية الرومانية. وأيضا كان الرومان يسمون تونس أفريكا، وهذا الاسم بعد ذلك أصبح لكل القارة الإفريقية. وتونس بلد سياحي جميل يزوره الكثير من السياح من أوروبا ومن شمال إفريقيا مثل الجزائر وليبيا. وإن شاء الله أتمنى أن تكون لديكم فرصة في المستقبل لزيارة هذا البلد الجميل. شكرا لكم ومع السلامة.